السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة، ونسلط الضوء فيها على استمرار العدوان الصهيوني على القطاع وتأكيد الإعلام الحكومي بغزة وجود أكثر من 29,000 قتيل ومفقود جراء العدوان، وسط تأكيد الأمم المتحدة باستحالة إيصال المساعدات إلى القطاع في وقت يتكبد فيه الاحتلال خسائر كبيرة من قبل المقاومة مع إصراره على إطالة أمد الحرب. سينضم إلينا أو معنا من إسطنبول عبر سكايب عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي، وكذلك عبر الهاتف الخبير والباحث العسكري العقيد أحمد حمادة، وسيكون معنا عبر زوم من عمان المستشار في مجال حقوق الإنسان الدكتور رياض صبح. نشاهد هذا الفاصل ونعود إليكم لنبدأ هذه التغطية. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة من قناة الرافدين حول الأوضاع في غزة. نبدأ مع الأستاذ نبدأ مع الأستاذ أحمد حمادة العقيد. السلام عليكم. وعليكم السلام، أسعد الله مساءكم. حياكم الله وأهلا بكم معنا في هذه التغطية من الرافدين. يعني ماذا يعني دخول اللواء السابع على خطوط العمليات العسكرية للاحتلال في خان يونس؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ وهذا ما يؤشر، يعني هل هو يعتبر مؤشر جديد على العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام. حياكم الله. يعني الفرقة 36 التي تقاتل في قطاع في منطقة خان يونس وكذلك بعض الفرق الأخرى، يعني هناك 6 فرق تقاتل في قطاع غزة. أخيرا قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز قواته في الشمال بلواء، واللواء يعني بحدود 100 دبابة وآلية، وكذلك لواء في الجنوب. والدواعي لتعزيز القوات الإسرائيلية لقواتها المتواجدة في تلك المنطقة إما لكثرة الخسائر وعدم إمكانية استعواضها في أرض المعركة، لذلك يتم زج لواء آخر، أو لتسريع العملية العسكرية، لأن الجيش الإسرائيلي يحاول في الشمال إخماد البؤر المتواجدة، إن كان في بيت حانون، في منطقة جباليا ومخيم جباليا، أو في مدينة غزة في منطقة درج اليوم والتفاح. هناك محور أساسي للعمليات العسكرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي، أو في نقاط أخرى كالزيتون وباقي المناطق وتل الزعتر التي أسقطت بالأمس طائرة مسيرة أسقطتها المقاومة، كما استهدفت في منطقة الصفطاوي مروحيات بصواريخ أدخلتها المقاومة مجددا، وهو صاروخ سام 18 إيكلا. لذلك أرى بأن دخول القوات جديدة تعني بأن إما يريد الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته المتواجدة نتيجة الخسائر الفادحة، أو لحماية قواته المتواجدة في تلك المنطقة، حماية المجنبات بقوات إضافية، أو ربما لتسريع العملية العسكرية. السؤال هنا سيادة العقيدة، السؤال هنا يعني بعد سحب لواء جولاني من مناطق في قطاع غزة وهو يعتبر رأس الحربة، هل سيفرق أو ستختلف العمليات العسكرية بعد دخول اللواء السابع؟ هل فيه تجهيزات مختلفة، ترسانة عسكرية مختلفة؟ هل لديهم تدريبات معينة مهيئين بطريقة حتى يواجهون المقاومة التي انسحب منها واحتفل إثر الانسحاب لواء جولاني؟ لا أتوقع بأن الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة أو في كل المحاور القتال
تنقصه الآليات أو المدرعات، فهو يمتلك أفضل آليات وأفضل تكنولوجيا تقريبا في العالم. فالميركافا تكافئ تقريبا برامز أو تشالنجر كذلك، وثمنها 7 إلى 6 مليون دولار. كذلك مركبة ناقلة الجنود النمر التي تعتبر من أفضل ناقلات الجنود في العالم، ثمنها 2 مليون دولار يقام. كذلك الطيران المتواجد في الأجواء يوميا يقوم بقصف 250 غارة، كذلك وجود المدفعية والفوارج البحرية، يعني جيش معرمرم يقاتل مجموعات فدائية إذا صح التعبير في هذه المنطقة، بتجهيزات تكاد تكون صفرية، يعني حتى حفاة الأرجل أحيانا يكونوا، يعني لا يمكن المعادلة أو المقارنة أو تقدير موقف ما بين هذا الجيش وما بين تمتلكه المقاومة، إلا أن المقاومة تقوم أثبتت بأن التكنولوجيا ليست وحدها التي تقاتل، يعني هناك الياسين التي دمرت الميركافا، كذلك الشواظ والتاندوم وال باقي أو العمل قنبلة العمل الفدائي، يعني هل يوجد في الجيش الإسرائيلي كذلك البطل الفدائي الذي يحمل قنبلة الشواظ ويتحرك باتجاه الدبابة المجهزة والتي لديها إمكانية الدفاع عن النفس ويختار النقطة التي يضع فيها تحتها قنبلة الشواظ ويفجرها ليدمر هذه الدبابة التي تعتبر وحشاً معدنياً أو وحشاً مدرعاً؟ لذلك لا يوجد عند الجيش الإسرائيلي مثل هذا، وهذا ما يعادل التفوق العسكري الإسرائيلي. طيب ضيوفنا الكرام، اسمحوا لنا أن نأخذ فاصل قصير نشاهد فيه الأذان، ثم نعود لفتح الحوار معكم على اليوم 84 من هذه الحرب المستمرة على القطاع. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة حول العدوان على قطاع غزة، ونرحب بضيفنا الأستاذ بشار شلبي عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني معنا من إسطنبول. مرحبا بكم أستاذ بشار. تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الأعزاء. أهلا بكم. قصف متواصل على قطاع غزة والاحتلال يرتكب 20 مجزرة، راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح بعد 84 يوم من العدوان المتواصل على قطاع غزة، أين الضغط الدولي الذي يريد إنهاء الحرب بين قوسين على القطاع الذي ينزف دما كل يوم؟ اسمح لي أولا أن أبعث بالتحيات العطرة والمباركة والخجولة من تضحيات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن صموده ومن هذه المواقف التي يعني تفضلت ووصفتها بأنها ضغط دولي. لا يوجد ضغط دولي أخي الكريم، هناك مواقف دولية ما زالت فعليا تخضع للاستبداد والعنجهية الأمريكية. الكيان الصهيوني ورط أمريكا، وأمريكا ورطت العالم بأن هناك أهداف سيتم تحقيقها، واليوم بعد 84 يوم لم يتحقق، وأنا أضيف لن يتحقق من هذه الأهداف، لا ما يتعلق باستعادة الأسرى، لأن الطريقة الوحيدة الممكنة في ذلك والتي جربها الاحتلال وشاهدها العالم أنها تمت عندما استجابت الأطراف لشروط وموقف المقاومة بوجود التهدئة التي استثمرها العدو الصهيوني بعدة خروقات من جهة، وبمحاولة يعني استرجاع المحتجزين والأسرى دون أن يقدم للشعب الفلسطيني شيء. فاليوم المقاومة وضح موقفها، هي تقول لا يوجد لا احتمال لاستعادة أسراكم إلا بطريقة واحدة، وهي وقف إطلاق النار وليس هدى إنسانية. إذن ورطة العالم بسبب أمريكا اللي ورطتها الإدارة الصهيونية ما زالت مستمرة، وبالتالي هناك موقف دولي مرتبك، موقف دولي لا أخلاقي. هناك حالة فشل في المنظومة الدولية كلها، في مجلس الأمن، في الجمعية العمومية، هناك حالة اهتراء بالمعنى الحقيقي لهذه المنظومات الدولية، ما يستوجب إعادة النظر. أنا أقول لك أن ما يجري من جرائم في قطاع غزة وبسبب صمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني سيضطر العالم إلى إعادة النظر في المنظومة الدولية كلها، ولعل ما يحدث اليوم من جرائم من جهة وصمود أسطوري من جهة أخرى سيكون
المسمار الأخير في نعش هذه المنظومة الفاشلة التي ثبت فشلها بعد ما يقارب 100 عام أو 85 عام من تأسيسها على أنقاض عصبة الأمم. اليوم العالم يحتاج منظومة على أنقاض هذه المنظومة الفاشلة. نرحب أيضا معنا في هذه الساعة بالأستاذ رياض صبح المستشار في مجال حقوق الإنسان معنا من عمان. أستاذ رياض مرحبا بكم معنا. مرحبا بك وبجميع المشاهدين ولضيوفك الكرام. أهلا بكم. كيف تقيمون شهادات المعتقلين من قطاع غزة الذين أفرج عنهم الاحتلال بعد فترة قضوها تحت التعذيب والممارسات التي يعني شاهدناها بلقطات الفيديو نزعت منهم كل الضوابط الأخلاقية والإنسانية وممارسات لا تمت للإنسانية بصلة أصلا؟ يعني الأمر لم يكن مفاجئا، يعني طول عمره هذا الكيان المحتل يمارس كل أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، ولا يلتزم بأي اتفاق، حتى لو كانت يعني حتى على مستوى هدنة إنسانية كان هناك الفروقات كبيرة، وبالتالي ليس مستغربا أن يكون هناك انتهاكات. هذا طبعا هذه الانتهاكات التي مورست على المعتقلين سواء كانوا كما ادعوا أنهم من حركة حماس أو أنهم مدنيون، بالحالتين لا يجوز تعذيبهم ولا يجوز معاملتهم بطريقة غير إنسانية، سواء بأولا بخلع الملابس وخاصة في الفضاء العام يعني بالحدائق كما رأينا، وخاصة في هذا البرد، وما في سبب أو مبرر حتى أمني لخلع الملابس، وأيضا بالإضافة إلى عملية اعتقال هؤلاء المدنيين التعذيب الذي كان يتم، هذا ناهيكم عن عمليات التصفية في الميدان كما قلت سواء كانوا مدنيين أو سواء كانوا مقاتلين من حماس. يعني هل لو كانوا فعلا مقاتلين من حماس كانوا أفرجوا عنهم لو ثبت أنهم فعلا مقاتلون؟ بالطبع لا، يعني بالتأكيد لا، بالطبع لا، يعني ليس يعني متوقع هذا الشيء. نعم. اليوم كان في عمليات يعني قتل للمدنيين وحتى حرق للمنازل بمن فيها، اليوم هذه الممارسات التي يرتكبها جيش الاحتلال. هذا جيش يعني لا يلتزم بالحد الأدنى، هو أصلا لا يضع بعين الاعتبار هذه المعايير كلها، وكل ما يقال بأنه هنالك مناطق آمنة وهنالك قصف على العمليات العسكرية للقوات المقاتلة من قبل حماس، وأنه يطلب من السكان أن ينتقلوا إلى أماكن آخر، فهذا الكلام كله كذب ولا يحتاج إلى إثبات يعني وسائل الإعلام. طيب أستاذ رياض، هنا في هذه النقطة بالتحديد، يعني جيش الاحتلال يرتكب كما ذكرت كل الممارسات الخارجة عن الضوابط والعراف، وحتى لا يوجد حتى التزام باتفاقيات جنيف وغيرها، بالتالي وأنتم مختصون في مجال حقوق الإنسان، ألا توجد بنود، ألا توجد يعني قضايا معينة ترفع، جهة معينة ممكن أن توقف، أن يعني تمنع مثل هذه الممارسات، خصوصا كل شيء ينقل بالصوت والصورة اليوم؟ خلينا نتكلم بشكل أكثر صراحة. كنصوص دولية ومعايير، كل ما قام به جيش الاحتلال هو انتهاك لكل تلك المواثيق. يعني أنا لا أتكلم هنا سياسي، أنا أعني معه وأقصد المواثيق، ميثاق الأمم المتحدة خاصة الفصل الخامس والسادس والسابع من الميثاق، اثنين نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية، ثلاثة القانون الدولي الإنساني اللي بيحكي عن ولا تتكلم عن القوات العسكرية وأثناء النزاع المسلح، رابعا ما يتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان، جميعها تم خرقه. الإشكالية وين؟ الإشكالية في الآليات الدولية للنقاط اللي أنا ذكرت. مجلس الأمن يفترض أن ونظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية أن يسائلاه، هم الجهات التي لها صلاحية بأن تسائل جيش الاحتلال على ما يقوم به. أما آليات حقوق الإنسان كمجلس حقوق الإنسان واتفاقية ولجان اتفاقيات حقوق الإنسان فليس لديها أدوات، يعني لا بالقانون الدولي ولا بغيره، يعني الأدوات الموجودة فيها هي نوع من الانتقاد وربما نوع من التوجيه والنصح.
بالنسبة لتلك الآليات الأولى اللي ذكرتها، المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، واضح يعني التركيبة هي المشكلة. تركيبة مجلس الأمن هي يعني، واللي كان تفضل قبل قليل ضيفك الكريم ويحكي إعادة النظر بالقانون الدولي، وهذا صحيح. يعني أنت لا تستطيع أن تصدر أي قرار إذا ما في فيتو من أي من الدول الأعضاء الخمس، وأكيد الفيتو الأمريكي حاضر، وإحنا آخر فيتو شفناه. وبالتالي هنا المطالبة، وهذا كان من سنوات أكثر من 20 عاماً دارت نقاشات في الأمم المتحدة لضرورة إعادة النظر في هذا تركيبة مجلس الأمن، والذي يفشل أي قرارات موضوعية. بس برجع بذكر، حتى عندما صدرت القرارات هنالك عشرات القرارات صدرت من مجلس الأمن، لكن لم تكن فيها عقوبات، كان في نوع من القرار أو التوجيه باتجاه معين. أنا بتكلم ما يتعلق بوضع الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال، بالتحديد فلسطين. نعم، لم تطبق إسرائيل ولم تلتزم فيها بشيء. لكن إذا أردنا ندخل إلى الفصل السابع من الميثاق المتحدة الذي يوجب وضع عقوبات ومساءلة فعلية حقيقية على الكيان الإسرائيلي، أكيد الفيتو الأمريكي وحتى البريطاني وربما الفرنسي بيكونوا جاهزين لهذا الأمر. وبالتالي أنا بعتقد لا يعول كثيرا على تلك الآليات ما لم يتحقق تغير على الأرض فيما يتعلق بموازين القوى. طيب، هذا ما أريد أن أقوله في هذا. نعم أستاذ بشار، يعني أستاذ حمادة، فقط اسمح لنا نسأل هذا السؤال، ربما وقته يعني حرج. يعني بالتالي بمقابل هذا الفيتو الأمريكي، بالمقابل ما تقوم به إسرائيل والكيان الصهيوني من عدم الامتثال لأي من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الدول العربية والدول المحيطة بفلسطين اليوم تقول لك نحن ملتزمون بمواثيق ومعاهدات دولية بيننا وبين الاحتلال وبيننا وبين الولايات المتحدة. لماذا يتم فقط من خلال الدول العربية الالتزام بينما جيش الاحتلال لا يلتزم بأي من هذه المواثيق ولا حتى حقوق الإنسان؟ ببساطة لأن المنظومة العربية قابلت بالضعف ورفضت أن تمتلك أي أوراق قوة متاحة، وأقول متاحة. اليوم حركة حماس في الحقيقة أنها تدافع عن المنطقة وتدافع عن المنظومة العربية كلها، ويجب كان يجب على المنظومة العربية أن تعتبر أن هذه الهدية العظيمة اللي اسمها حركة المقاومة الإسلامية حماس تستحق أن يحتفى بها وأن يدافع عنها. لا أقول أن الدول العربية اليوم ينتظر منها أي أحد أن تسير الجيوش وتجيشها باتجاه فلسطين بسبب الواقع الحالي، لكن كان يمكن وما زال بالمناسبة بإمكان هذه المنظومة العربية أن تتطور في مواقفها باتجاهات معينة. صحيح أن بعض الدول العربية رفضت التهجير والتوطين، وهذا شيء إيجابي لأنه يهدد أمنها القومي بصورة مباشرة وسريعة، خاصة الأردن، هذا صحيح. لكن للأسف المنظومة العربية تعاني من ضعفها وتستجيب إلى هذا الضعف ولا تنظر إلى أوراق القوة المتاحة لها بأي شكل من الأشكال، وهذا بالتالي يشجع الكيان الصهيوني ويشجع الإدارة الأمريكية أن تتعامل بوقاحة مع المنظومة العربية بالذات، بينما يمكن أن تتعامل مع منظومات أخرى في المنطقة أيضا، ولكن بطريقة مختلفة، بطريقة فيها نوع من أنواع المستوى المعقول من الندية. للأسف المنظومة العربية لا تسعى إلى مثل هذا الأمر، لا بل تتآمر بين قوسين على الطرف الذي يمكن أن يقدم لها الكرامة، وهي المقاومة بشكل واضح وصريح. أقول لك وأؤكد أن المنظومة العربية أمامها فرص وليست فرصة واحدة، كما أنني أعيد تأكيد أن المنظومة الدولية الآن في حالة اهتراء، ويمكن لأي طرف أن يهزها وأن يتعامل معها. المنظومة العربية بإمكانها أن تتفاهم مع بريكس وتتفاهم مع روسيا والصين ليتقدموا خطوات، وليس خطوة واحدة بهذا الاتجاه. للأسف أن المنظومة العربية ما زالت خاضعة إلى مفهوم الجيش الذي لا يقهر، والذي هزته بضع مئات من المقاومة وكسرت هيبته وكرامته. لا تستفيد المنظومة العربية ولا تأخذ العبرة بكل أسف. نعم أستاذ سيادة العقيد أحمد حمادة، اليوم بمقابل ما نشاهد من عملية إبادة مستمرة، بمقابل هذه الإبادة المستمرة المقاومة تكبد الاحتلال خسائر فظيعة،
بالوقت الذي يتفاخر الاحتلال بالآليات التي يمتلكها، كيف تنظرون عسكريا إلى الحصيلة من الدبابات التي قامت المقاومة بتدميرها؟ الرقم لدي 825 آلية تم تدميرها كليا أو جزئيا من قبل المقاومة، ماذا يعني لهم بالنسبة لطريقة تحصين هذه الدبابات والآليات التي يتفاخر بها الاحتلال في ذات الوقت؟ هذا الرقم 825، وذكرتم قبل قليل أنه ربما تكلفة الآلية الواحدة 2 مليون دولار، كم يستطيع الاحتلال الصمود أمام ضربات المقاومة واقتصاده يستنزف في هذه الحرب؟ طيب، فقدنا الاتصال مع الأستاذ حمادة. نعود إلى الأستاذ رياض. ربما يعني ما تعرض له المعتقلون من تعذيب وغيره يؤصل لمنهج الإبادة الجماعية وليس فقط عملية انتقام من حركة حماس، كيف تنظرون إلى عملية الاستهداف المباشر للمدنيين بعد 84 يوم؟ العملية مستمرة منذ البداية، عمليات قتل المدنيين، استهداف المدنيين. جيش الاحتلال لا يميز بين المدنيين وما بين العسكريين أو المقاتلين، لا بل عملية ما يجري بملاحقة المدنيين وقتلهم ليست عملية تندرج تحت ما يمكن اعتباره يعني آثار جانبية أو أخطاء يمكن أن تحدث هنا وهناك مثل أي عملية عسكرية تحدث أو في أي معارك دولية، لكن لا، يعني حجم الدمار الذي يوجد يعني حوالي تقريبا 45 إلى 50% من البنية التحتية تم تدميرها. هل هذا يعني أن كان قوات المقاومة وحماس كانوا موجودين تحت 50% من المساكن والبنى التحتية الموجودة؟ أكثر من 100 مسجد تم تدميره، تم تدمير ما يتعلق بالمياه والإنترنت، تم تدمير المدارس الأونروا، يعني وكالات الدولية الخاصة بها، أكثر من 100 شهيد من العاملين في وكالات الأمم المتحدة، أكثر من 100 صحفي تم يعني استشهادهم بفلسطين، عدد الشهداء 21,000. التقرير بعض التقارير تشير لأنه أكثر من 150,000 من ذوي الإعاقة والأطفال والنساء ليس لديهم أي مأوى. أنا لا أقول خرجوا من أماكن سكناهم، هذا معلوم أنه الذين خرجوا من أماكن سكناهم يتجاوز تقريبا 1.5 مليون وأكثر، 800,000، لكن أتكلم حتى لا يجدون أي مأوى. لا، هذه عملية إبادة كاملة لا تحتاج إلى أي خلاف في وصفها من الناحية القانونية. منظمات حقوق الإنسان غير التابعة بالولايات المتحدة تشير إلى ذلك، مقررة خاصة لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أشارت أكثر من مرة أن هنالك عملية إبادة، هنالك جرائم حرب، هنالك انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، أشارت عديد من المرات إلى هذه المسائل. وبالتالي ما يقوم به جيش الاحتلال هو عملية قصدية، ليست مسألة فيها نوع من الأخطاء هنا أو هناك، وبالتالي بموجب القانون الدولي هذا أنا يرتقي بنظري إلى إرهاب دولة بالمعنى التام، لأن تعريف الإرهاب حسب المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي يطأب المعني بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب يصف بالتعريف أن الإرهاب هو قتل المدنيين أو سكان من المدنيين بقصد الضغط على أي سلطة لفعل أمر ما أو عدم فعل أمر ما. وبالتالي هذا ما تقوم به جيش الاحتلال من قتل المدنيين في سبيل إضعاف المقاومة حماس في من تحقيق أغراضها، فهذا أسلوب واضح من أعمال الإرهابية بكامل المعنى. نعم. أستاذ بشار، هنا يعني كما ذكر الأستاذ رياض، يعني فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بفلسطين تقول أن الإبادة الجماعية والمجازر التي يتعرض لها أطفال غزة ينفذها مرتزقة من عدة دول وبشكل لا يختلف عما جرى في مجازر سربينيتسيا
ورواندا. السؤال هنا، إذا كانت مقررة الأمم المتحدة تعترف بأن هذه إبادة جماعية كما حصلت في سيبنيتسيا وكما حصلت في رواندا، بالتالي ما الذي ينتظره المجتمع الدولي من شهادات أخرى من مختصين وأعلى مناصب في المجتمع الدولي وفي المؤسسات الدولية لكي يصف الوضع في قطاع غزة؟ يعني للأسف أنه إحنا مع القناعة اللي واضحة لدى الأطراف، ومنها الأمين العام نفسه للأمم المتحدة، ومنها فرانشيسكا ألبانيزو وبعض رؤساء الدول حتى، الكل يعني بات مقتنعا أن المنظومة الدولية فاشلة وغير قادرة على أن تطور أي موقف باتجاه تنفيذ القرارات الدولية أو الانتقال إلى احترام القانون الدولي وتطبيقه على طرف. هناك طرف واضح أو طرف واحد واضح لا يمكن الاقتراب منه، هو الكيان الصهيوني، حتى وكأن الأمر يعني أيسر أن يقترب من أمريكا ولا يقترب من الكيان الصهيوني باعتباره كيانا مدللا للغرب وكيانا تعتني به الإدارة الأمريكية لدرجة أنها تهتم به أكثر من اهتمامها بكل الولايات الخمسين اللي بتتشكل منه. هذه الصورة لا يعني لا أحد يريد أن تمنع الأطراف الدولية ومنها يعني الأمم المتحدة ومنظماتها أن تمتنع عن استمرار الضغط واستمرار البحث الجهود. صحيح أن هناك يعني إحباط من الواقع الدولي ومن الواقع القانوني الدولي أيضا، إلا أن هذا يجب أن لا يمنع من الاستمرار والضغط بكل الوسائل وكل الطرق، لكن لابد أيضا من انتهاج طرق أخرى. اليوم هناك في تحالف دولي قانوني لصالح القضية الفلسطينية وضد جرائم الحرب الصهيونية. ضيفك تفضل وقال بأنه بعض الجرائم موصوفة تماما مثل موضوع الإرهاب وتعريفه، وكذلك الإبادة الجماعية والعدوان أيضا. يعني هناك أكثر ربما القضايا المرتبطة يعني الجنايات الدولية أصبحت موصوفة اللي هي يمكن الأربع جرائم بالضبط، وهناك جرائم أخرى، لكن واضح أن المراهنة أو الرهان على أن هذا الأمر سيأتي بنتيجة لا أريد أن أقول معدومة لكنها ضعيفة جدا جدا جدا. يمكن أن يصدر قرار، يمكن أن يصدر تقرير، لكن أن يعني يكون هناك محاسبة في ظل الضعف الحالي. هذه الصورة أستاذ بشار، يعني هل يعول بالفعل بعد أن لم تمتثل إسرائيل إلى أي من قرارات الأمم المتحدة، يعول ربما على المبادرة المصرية لإنهاء العدوان على غزة؟ هل نضجت الحلول تجاه مدى إصرار حماس على مطالبها وفق الصورة التي ذكرتموها؟ يعني إذا أردنا أن ننظر بعين الخبرة والموضوعية إلى المبادرة المصرية، لا يمكن إلا أن نصفها بأنها محاولة واضحة لتدوير زوايا الموقف الأمريكي والصهيوني بكل صراحة، بمعنى أن الموقف الأمريكي والصهيوني يريد هدى إنسانية تمكن الاحتلال من استعادة الأسرى دون تقديم أي ضمانات بما يتعلق بوقف إطلاق النار وإنهاء هذا العدوان. النقاشات اللي تمت في القاهرة وضحت للمصريين أن المقاومة ممثلة بوفدي الحركتي الجهاد الإسلامي وحماس يرفضان بشكل واضح وصريح. وأنا أضيف أن كل من يتابع يعلم أن الشعب الفلسطيني الذي تسقط عليه صواريخ وحمم الإجرام الصهيوني يرفض أي حلول لا تضمن وقفا كاملا لإطلاق النار. بوضوح هذا الموقف الطرف المصري أراد أن يطور فاخترع شيء اسمه المراحل. هذه المراحل تمكن العدو الصهيوني في أي لحظة من اللحظات أن ينسحب من العملية وأن يعني يقوم كما قام في المرحلة الأولى في الهدنة الإنسانية باختراقات متعددة ولا يصل إلى المبتغى وهو وقف إطلاق النار. المشكلة أن أطراف عربية ومنها الطرف المصري يثق بدولة الكيان الصهيوني ويقدم يعني ما يمكن أن ينقذ الكيان الصهيوني من جرائمه ومن ورطته، وبالمقابل يعني الطرف الفلسطيني يعاني من الجوع. اليوم الفلسطينيون في قطاع غزة نحن نراهم كيف يتعاملون مع واقع الحصار المفروض عليهم، والمواد مكدسة على جانب معبر رفح بانتظار الإذن الإسرائيلي. هذه الصورة تؤكد بالنسبة لي أن المبادرة المصرية دون أن يكون هناك يعني إلزام على الجانب المصري أن توافق إسرائيل على إدخال المساعدات. عفوا، دون أن يكون هناك إلزام على الجانب المصري أن تأخذ موافقة إسرائيل على إدخال المساعدات.
يجب ان هذا يتم. هذا المعبر لا يوجد للكيان الصهيوني دور فيه حتى في كل المفاهيم وكل الاتفاقيات بغض النظر عنها. وبالتالي يجب على مصر ان ومصر ليست دوله صغيره استاذ الكريم، ليست اي دوله. مصر دوله 100 مليون عربي، ومصر الدولة المحورية في الجانب العربي وفي الجانب الإفريقي. نعم. ويعني لا نريد ومصر قناة السويس ومصر لديها كثيرة مصر على الاحتلال، ولكن بالضبط. لم تشتغل بالضبط. وتستخدم لغاية هذه اللحظة. نرحب مرة أخرى. المبادرة المصرية في وقعها في موقعها الحالي وفي وضعها الحالي والموقف المصري عموما لم يصل إلى أن يتأهلا لتحقيق ما يمكن أن يتطلع إليه الشعب الفلسطيني في الحد الأدنى من وقت إطلاق ضمن يعني أجندة حركة حماس ربما. نعم. نرحب مرة أخرى بضيفنا العقيد أحمد حمادة الخبير والباحث العسكري، مرحبا بكم مرة أخرى معنا. أهلا وسهلا. أهلا بكم. كنت سألتك قبل أن ينقطع الاتصال أنه يعني الاحتلال تكبد خسائر كبيرة، 825 آلية تم تدميرها كليا أو جزئيا من قبل المقاومة، كما ذكرتم في أول الاتصال أنه بعض الآليات تفوق $2 مليون. هل يعني سيستطيع الاحتلال الصمود أكثر أمام ضربات المقاومة واقتصاده يستنزف وآلياته يعني يتم تدميرها بهذه الطريقة؟ يعني الخسائر الاقتصادية هي مجال بحث في داخل الكيان الإسرائيلي. لذلك يحاول الجيش الإسرائيلي والكابينيت يعني معارضة الأمين المتطرف بشكل كبير بن غفير وسمريتش وغيره بمواصلة القتال. هم يحاولون أن يلجأوا إلى خطة أو المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة من نظر وجهة نظر نتنياهو وفريقه بأن يتم الاحتفاظ بشريط بحدود 2 كيلومتر 1.5 كيلومتر على طول حدود قطاع غزة، وأن تنكفئ القوات البرية الإسرائيلية عن العمليات في داخل قطاع غزة والاحتفاء بهذه الأماكن ورصد وجمع المعلومات عن طريق وسائط الاستطلاع المختلفة، ومن ثم القيام بعمليات نوعية في ضرب المقاومة بتهديم الحصون أو الأنفاق والأسلحة وغير ذلك. هذا ما تريده إسرائيل من المرحلة الثالثة. كذلك إيجاد حاجز كبير الكتروني ما بين مصر وما بين قطاع غزة، وتحاول إسرائيل البناء يعني جدار الكتروني على عمق 30 متر في منطقة هذا الحدود بين سيناء وبين قطاع غزة، وهي تتحرك مجددا باتجاه معبر جليديفيا للسيطرة كذلك على منطقة في هذه في ما الهدف من هذا الجدار الإلكتروني سيادة العقل؟ يعني هم يحاولون أن يمنعوا التهريب مثلا أو إقامة الأنفاق، هكذا هم يخمنون. لذلك هذا ما يريدونه، كما كان الجدار الذي بنوه ما بين قطاع غزة وما بين الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك عندما سقطت التكنولوجيا وسقطت كل الأدوات الاستشعار عن بعد عند اجتياز المقاومة الفلسطينية هذا الحاجز، أتوقع بأنهم يبحثون يعني حاليا هم يبحثون عن أي سبب ليقنعوا المجتمع الإسرائيلي بأنهم يفعلون شيء، بأنهم يريدون أن يعيدوا الأمن والثقة التي فقدت في عملية 7 أكتوبر. نعم. مشاهدينا، وقبل مواصلة الحوار مع ضيوفنا الكرام، اسمحوا لنا أن نأخذ قليلا مع تقرير الانفوغرافيك التالي والذي يظهر تواطؤ زعماء الغرب مع الاحتلال في مواصلة عمليات الإبادة ضد سكان قطاع غزة. اضرب.
نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين في اليوم 84 من العدوان المستمر من الاحتلال على قطاع غزة. نتوجه بالسؤال إلى الأستاذ رياض صبح، يعني الأونروا تؤكد إطلاق جنود الصهاينة النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة، أمام هذا الاستهداف هل يمكن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة دون إيقاف تام من القتال؟ يعني اولا عندما تنتقل اي يعني مؤسسه او اليات مش فقط للأونروا، لكل الامم المتحده كما هو معروف بالعالم، هنالك في عمليه تنسيق مع اي جهه حتى في الاوضاع المدنيه، فما بالك لما يكون في حاله عسكريه ونزاع وعدوان، وبلا ادنى شك بيكون التنسيق على أعلى درجاته، وبالتالي لا يمكن اعتبار ما تم من عملية إطلاق النار على هذه القافلة التي كانت ذاهبة إلى شمال غزة إلا بأن تكون متعمدة، والمقصود منها منع إيصال المساعدات حتى من قبل الأونروا اللي هي أحد أجهزة الأمم المتحدة. إذن لا يمكن أن نقول أنه يمكن تحقيق أي شكل معقول من تقديم المساعدات خاصة في المنطقة الشمالية من قطاع غزة دون وقف كامل لإطلاق النار، لا سيما في الهدنة السابقة أنه شاهدنا خروقات من قبل جيش الاحتلال على السكان المدنيين بإطلاق النار كما كان يعني معلوم ووثقته وسائل الإعلام، وبالتالي فلا يمكن الثقة بأي عملية هدنة بأن يكون هنالك من قبل الجانب الإسرائيلي والجيش الاحتلال احترام لتلك الالتزامات. وأنا بعتقد على الصعيد حقوق الإنسان وعلى الصعيد التحقيق الأمن والسلم الدولي وعلى الصعيد السياسي وقل ما شئت، لا يمكن تحقيق أي شيء على مستوى سواء تبادل أسرى أو على مستوى تحقيق الأمن أو تقديم المساعدات دون وقف كامل لإطلاق النار. كل ما يقال عن تلك الهدن يعني ليست حقيقة يعني يمكن التعويل عليها، وهي فاشلة سلفا. نعم سيادة العقيد أحمد حمادة، ما الذي يعنيه خروج صواريخ المقاومة من ذات النقاط التي تخرج منها أو يخرج منها القصف والتوغل البري؟ عسكريا تقنيا ماذا يعني ذلك بالنسبة للاحتلال؟ نعم يعني الصواريخ التي تطلق على غلاف غزة وعلى مناطق المغتصبات في تل أبيب وعسقلان وغيرها هي ليست فوق الأرض، يعني لو كانت المقاومة والصواريخ وهذه الأدوات فوق الأرض أتوقع بأنه تم تدميرها، لأن اليوم 90% من قطاع غزة أصبح مدمر. كون القدرة الهائلة التي تمتلكها إسرائيل من النيران من البر والبحر والجو هي قادرة على تدمير ذلك، إلا أن الأسلحة هي متواجدة في الأنفاق وهي عبارة حتى الآن صندوق أسود، لم يستطع قادة الكيان الصهيوني ولا المخابرات الأمريكية والغربية معرفة أين هذه الصواريخ وكيف تعمل هذه الصواريخ. لذلك يتقدم الجيش الإسرائيلي على أثر التدمير الذي تقوم به قواته في مناطق معينة، ومن ثم نرى بأن بيت حانون مثلا دخلها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 60 يوم، ولكن نرى بأن بعض الصواريخ تقوم بالانطلاق من هذه المنطقة باتجاه مناطق أخرى، هذا يعني بأن الصواريخ يعني تنطلق من غير الأماكن التي تدعي إسرائيل بأنها مسيطرة عليها، والسيطرة تختلف عن التوغل. الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يتوغل، لديه قطع نارية، لديه دبابات، يستطيع أن يدخل أي مكان. المقاومة تقوم بشكل مستميت بالدفاع عن هذه الأرض، ولكن هناك خطوط للعمل خلف خطوط العدو كما يقال، لذلك نرى بأن الجيش الإسرائيلي يتم ضربه من الخلف، ولا توجد حتى الآن أي منطقة يستطيع أن يدعي فيها الجيش الإسرائيلي بأنه مسيطر عليها بشكل تام. هو ربما موجود اليوم، هناك اشتباكات في منطقة الصفقاوي، في الشيخ رضوان، في
في الدرج، في التفاح، في تل الزعتر بالأمس إسقاط طائرة استطلاع وطائرة تجسس، هناك اشتباكات في بيت حانون. إذا كل المناطق التي ادعى الجيش الإسرائيلي بأنه دخلها هي غير كاملة السيطرة من قبل الجيش. أنا بودي أن أسألك سؤال سيادة العقيد، يعني ذكر ضيفنا الأستاذ رياض صبح أنه يعني ليس من المعقول أن تكون حماس موجودة تحت منازل 50% من قطاع غزة، وتم تدمير 50%، وكما ذكرتم الآن 70% ربما من الأبنية والبنى التحتية في قطاع غزة تم تدميره. السؤال هنا، هل يعتبر هذا أو يعتبر فشل استخباراتي، فشل عسكري من قبل جيش الاحتلال، أنه لم يجد أو لم يستطع العثور على حماس أو أن يقضي على نسبة معينة من قادة حماس كما أراد؟ بالتالي إذا كان هذا هو فشل، هل بمقابل هذا الفشل يقوم بعملية قتل وانتقام عشوائية بلها على القطاع؟ العملية العسكرية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي للسيوف الحديدية كلها هي عملية انتقام وليس عملية عسكرية، لأن الأهداف التي أعلنها الجيش الإسرائيلي غير قادرة للتطبيق نهائيا، وقطف المدنيين ومن المشافي، يعني اليوم نتكلم نحن عن 28 مشفى تم تدميره وخروجه على الخدمة، وعدا عن المدارس الغروة اليوم هناك قصف ضد على قافلة مساعدات إنسانية أثناء خروجها، تكلمت الأنروا هذا الأمر. لذلك كل الأعمال القتالية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي هي عمليات انتقامية تهدف إلى قتل الناس بغرض التحريض ضد المقاومة، وبالتالي الفت في عضد المقاومين الذين يقاتلون هذا الجيش. الجيش الذي يدخل أي معركة بدون معلومات، بدون داتا معلومات، بدون أهداف محددة، لا أتوقع بأنه يستطيع أن يقول بأنه ناجح في عملياته أو بأنه سينتصر. فالجيش الإسرائيلي هو عبارة عن يقوم بردات فعل، المقاومة هي التي تبادر في كل هذه الأعمال، هو يتحرك في منطقة معينة، نرى بأن مقاومين 2-3 مجموعة حسب الهدف وحسب الاستطلاع وحسب السلاح المتوفر تقوم بضرب هذا الهدف، هذا هو عمل المقاومة. المقاومة ليست جيشا كلاسيكيا هو يحتل منطقة معينة وبالتالي يتم الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة ومن ثم إذن ربما غاص جيش الاحتلال في مستنقع المقاومة وحرب العصابات ولم يستطع الخروج منها. اسمح لي فقط أحيل آخر سؤال إلى الأستاذ بشار شلبي، هل ترى بالفعل أن نتنياهو وفق الصورة التي نراها نتنياهو قادر على الاستمرار بهذه الحرب لفترة طويلة، ونهاية الحرب ماذا تعني لنتنياهو وفق صورة الخسائر التي يمنى بها بشريا وعسكريا؟ يعني لا نتنياهو ولا الكيان الصهيوني بغير نتنياهو قادر على أن يستمر في هذه الحرب طويلا. هو واضح أن الكيان الصهيوني ونتنياهو على وجه التحديد يعيشون حالة ارتباك واضطراب كاملين. المشكلة أن نتنياهو يحاول أن يهرب بصورة شخصية، وبدأت هذه الأمور تطفو على السطح والاتهامات مباشرة لنتنياهو، لدرجة أنه في ظل حرب هم يسمونها حرب وجودية تم تحديد مواعيد لمحاسبة ومحاكمة نتنياهو بجلسات استماع تبدأ في شهر فبراير القادم. إذن الحالة المضطربة الصهيونية يحاول الأطراف كلها ومنها نتنياهو الهروب باتجاه مزيد من المجازر، مزيد من الجرائم، لمحاولة النزول عن الشجرة التي صعدوا عليها ظلما وعدوانا، وعنوانها تحقيق الأهداف التي لم ولن تتحقق على الإطلاق. لا يوجد أي فرصة لأن تستمر هذه الحرب إلا بالدعم الأمريكي والمجازر المستمرة، ومع ذلك فالشعب الفلسطيني ما زال قادرا وسيبقى قادرا على أن يفشل هذه المخططات وأن يحقق ما لم تستطع تحقيقه المنظومة الدولية في لجم الكيان الصهيوني وإنهاء عدوان وظلم. صحيح أن الفاتورة عظيمة وأن التضحيات جسيمة، إلا أن هذه هي طريق التحرر الواضحة والتي لا يوجد طريقة أخرى غيرها. عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي، نشكركم على هذه المشاركة، ونشكر من عمان ضيفنا المستشار في مجال حقوق الإنسان الدكتور رياض صبح، شكرا جزيلا على المشاركة القيمة، ونشكر كذلك الخبير والباحث العسكري العقيد أحمد حمادة، شكرا لكم مشاهدينا ونشكركم على المتابعة، نلتقي بإذن الله إلى اللقاء.